افيسي ماز صح يا مصر ماز يا باشا. انا دلوقتي بتكلم عن نفسي، انا شاب عندي دلوقتي 19 سنه. يعني احنا بس حابين نستمع لجزاوي يمام، علقنا بيهم دوت واحد من قريه قلمه اسمه سامح. وانا صراحه ربنا بتكلم بنبه عنه، الراجل دوت باشا السيسي صراحة ربنا من ايام الانتخابات اللي فاتت برضه رغم الظروف الصعبة لانه جاي هنا يشارك في الانتخابات. ممكن يتكلم معانا؟ بيقدر يتكلم؟ بيقدر يتكلم يا باشا. اه وهنا كده اسمك ايه؟ يامح. اه اسمك ايه؟ يامح سامح. هو موجود بقى قد ايه هنا يا سامح يعني في لجنة الانتخابية؟ اجي بقاله كتير موجود من الصلع من الساعة. انتخب ولا لسه؟ اه هو باشا انتخب ومالوش غيره. هو هينتخب مين؟ ما هو مفيش غير السيسي اللي هيخش ينتخب. احنا عندنا شباشة غير الراجل ده بعد اذنك. احنا بنتكلم من على اي حد وبنتكلم عن نفسنا. احنا ناس عايزين نتجوز، عايزين نفتح مستقبل عشان عيالنا بعد كده. وده راجل من ذول ايام بيتكلم وناس ثانيه برضه هتتكلم. اتفضل يا باشا اتكلم. يعني ممكن نتكلم مع عدد من سوا غيرنا؟ اسمي سلاح. احنا بنحبك واحنا وراه. انتخاباتك يا عم سيسي، احنا انتخاباتك يا سيسي واحنا وراك. بص وراك كلها. طب كنت الساعة كام هنا يعني في الساعة 7. اه. انا قاعد تاخبه. ملوش غيره. ملوش غيره. هو غيره. وبعد عملية الانتخاب عملت ايه؟ ان شاء الله ان شاء الله ما ينجح، عملنا كل حاجة. قول يا رب. لما يا رب يا رب ينجح. يحب ماز. يحب مصر. يحب مصر. لعب مصر. أبيب مصر. أبيسي. أبيسي مصر. بوز 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 بوز. قول صح يا مصر. الناس الزاية. الناس امو ماد. الناس ازاي ماد ليه يا حب افيسي؟ احنا دلوقتي يا باشا عايزين نسالك سؤال. انت دلوقتي راجل عايز تبني مستقبلك، بتقول لي السيسي ايه؟ انا عايزين نفهم. يعني حابين نتكلم عن العمليه الانتخابيه فقط؟ يعني كلمنا يعني